بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أنا لما جيت تونس الحقيقة ما كنتش أتوقع إطلاقا الاستقبال الحافل والاستقبال الكبير، بس أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا. الحقيقة إن الناس فرحانة مش بوجدي غنيم، الناس فرحانة بالدين. وجدي غنيم بيمثل الإسلام، يمثل شيخ من مشايخ الإسلام، حافظ للقرآن وللأحاديث الحمد لله، وربنا عطيني علم شرعي، وبالعلم الشرعي بنعيش، لأن الله يقول ونحيا، نعيش ونحيا، لأن غيرنا عايش لكن إحنا أحياء. الله يقول سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، أفمن شرح الله أفمن لا يقول الله تبارك وتعالى موضحا هذه النقطة، إن الإنسان المسلم اللي عنده علم شرعي بيرى بنور الله تبارك وتعالى وبيسير بالقرآن وبالسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالحقيقة إن أنا إحساسي إن الشعب التونسي اللي عاش تحت الضغط وتحت التغريب كم سنة، لما بيشوف الدين ويبتدي يشوف رجل من رجال الإسلام بيبقى فرحان بالإسلام، فرحان بالإسلام. وعلى العكس زي ما فضلتك قلت في الأول كلمة زوبعة، زوبعة من مين؟ من فلول النظام، من فلول النظام، من العلمانيين الكارهين للإسلام وكارهين للمسلمين وكارهين لأحكام الشريعة الإسلامية، بالبلد كده كارهين للدين. أستاذ وجدي غنيم، ماذا وقع بالضبط يعني؟ يعني هل وقع هناك تهجم يعني؟ طبعا أنا من قبل ما أجي واحد عمال يقول لك وجدي غنيم عمال يتكلم عن عن الختان، ووجدي غنيم مش عارف بيقول اللي بيتاو بيحط إيده على بقه وإلا الشيطان حيبول في بقه. أيوة طبعا ده كلام كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح يا أخويا بقك وخلي الشيطان يبول فيه إن شاء الله. أنا بتكلم بالإسلام وبتكلم بالدين، لكن دي سخرية، ناس بتسخر من الدين، تسخر من الإسلام، والذي يسخر من الإسلام يبقى كافر، لأن الله يقول في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده كلام الله في سورة التوبة. اللي عايز اللي بيسخر من الله، من الرسول، من الإسلام، من الدين يبقى كافر ومرتد عن الإسلام. أنت تسحبنا إلى نقاط جد هامة في موضوعنا، قضية التكفير وكذا، وسنأتي إليها بعد حين، ولكن أوكي. في البداية يعني حتى يعرف من لم يعرف وحتى يسمع من لم يسمع، يعني بودنا لو تشرح للسادة المستمعين. سمعنا أنه وقع هناك اعتداء، عاد الاعتداء اللفظي هذا الموجود في المواقع الإلكترونية هذا سمعنا به، سمعنا أن هنا وقعت هناك محاولة للتهجم عليك أستاذنا في الـ في الـ في الـ في اللاك، يعني في مكان من أماكن تونس. ما شفتهاش دي يعني، لكن أنا الحمد لله حوالي الإخواني وأحبابي بيحموني الحمد لله. وعايز أقول لو في راجل، لو في راجل عندنا نقول شنبه في وشه يعني معلش يعني، لو في راجل معترض على كلامي ما يجي يكلمني يا أخوي، ما تيجي تتناقش معايا، مش دي الديمقراطية بتاعتكم؟ إذن العلمانيين اللي بتقول الديمقراطية وقبول الآخر والرأي الآخر ونختلف في الآراء، طب ما تيجي تكلمني. لو في راجل، وأنا امبارح قلت الكلام، قلت أتحدى وأنا في تونس قبل ما امشي يجمعوا جميع العلمانيين لو عايزين ونتقابل جميعا على قناة فضائية على الهوى، لأن أنا لا أثق فيهم، دول كذابين، دول تسجل الكلام ده ما سجلش، أنا على الهوى وتناقشوني في كل ما أقوله والحجة بالحجة. أستاذ وجدي قبل أن نمر إلى موضوع، قلنا موضوع التكفير، قلنا موضوع العلمانية سنعود إليه. أستاذ سفيان، هل سمعنا أنه وقعت هناك هجمة للأستاذ وجدي غنيم؟ الهجمة الأدبية سمعنا بها وسنفصلها في كلمات سريعة بعد قليل، ولكن هل وقع هناك فعلا محاولة اعتداء على الأستاذ وجدي غنيم؟ نعم أم لا يعني؟ قبل ما نجاوب على النقطة هذه نحب نقول حاجة بركة، أنه الذين ينتقدون وجود وجدي غنيم في تونس ومحاضراتي التي ألقاها، سؤال بسيط يعني ماذا قدمتم فيما يخص رجل في قيمته؟ ماذا قدمتم دعاة تونس بالنسبة لعائلات مقهورة وعائلات؟ يعني خطاب صبر، يعني خطاب يزم يكون الروح متاعه دينية،
هذاك اللي يصبر العباد في فترة انتقالية. هم يلوجوا على الـ 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 على الـ على الصلح وفترة هدنة لن تكون إلا بخطاب ديني، خطاب حق، يعني ما بعد الثورات لن يكون بعد الثورة ليس هنالك حياد، يعني حياد الحق هنالك ناس ماتت وناس تجرحت، ناس تعاني تحب تسمع كلمة حق. كلمة الحق هذه ما رينهاش من الناس اللي ينقدوا، باش نقول يعني تعرفني واضح يعني فوزي. إيه استاذ سفيان، بالنسبه للتهجم، التهجم الجمعيه اللي دعات فسخت الباج بتاعها من الفيسبوك، الجمعيه اللي دعات ان هي جمعيه من اللي دعات الفكر الوطني الحر، الفكر الوطني الحر في المهدية. يعني السيد عمره 26 سنة، أخونا معز، معناها يدغروه كما كان كيبات في الكوما. شنو هو ذنبه؟ شي يدغروه يعني معناها في الكوما ضربت سكينة يعني. اي فهمني شنو هو ذنبه؟ شو اسمه يعني بالدرجة هذية؟ شو اسمه والله اسمه معز، نسيت لقب إن شاء الله ربي يشفيه. فهمتني؟ من لجنة التنظيم غادي ينظم معناها. فهمتني؟ يعني أنت سامع بهذا أستاذ وجدي غنيم أنه هناك من ممن يعني حاولوا أن يستضيفوك وأن يعدوا كل التنظيم لسماعك تعرض الاعتداء يعني في محاولة الاعتداء عليك يعني. نعم سبحان الله، والله أول مرة أعرفه في التنظيم البري. يعني إذا شوف زي ما أقول لك بقى، إذا واضح الأمر هو اللي عنده حجة ما يمدش إيده. طيب هي ضربة علمانية، أنت راجل ناقشني في الكلام لكن تمد إيدك يبقى أنت ضعيف. العلمانيون لهم آراء، يقولون نحن نريد إسلام معدل، يعني يقولون نحن نريد ما يسمى بالحداثة والتنوير، ونحن نريد أن يعني وطالما أن الواقع قد تغير فيجب أن يتغير معه الإسلام حتى. وربنا أستغفر الله ما كانش يعلم بأن في واقع هيتغير. إذن ضعيف علمانية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعناش النهارده. خلينا نكون واضحين اهو، ادي الكلام واضح اهو، بيقول لك الاسلام بتاع ربنا، الاسلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ينفعناش النهارده. طيب هاتولكم دين جديد بقى. اشهد الله انني اؤمن بالاسلام الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز دين تاني يروح، ملناش دعوه. ما هو توصيف ظاهره العلمانيه؟ معنى ما هي العلمانيه؟ انا لا اعلم هذا الكلام، انا لا اعرف علماني ولا ليبرالي ولا دينجاني، انا اعرف حاجه واحده بس، الله في اواخر سوره الحج بيقول هو سماكم المسلمين من قبله قبل القران. وفي هذا انا اسم مسلم، ودين الاسلام اللي هو القران والسنه بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم اللي ربنا امرنا بهم. قال الله تبارك وتعالى في سوره الزمر وانيبوا الى ربكم واسلموا له. قال في سوره الحج فالهكم اله واحد فله اسلموا. قال في سوره الانبياء في الاواخر قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. السؤال فهل انتم مسلمون؟ خلينا نسال سؤال بقى في سوره ال عمران، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. يرد علينا اليس الله باحكم الحاكمين؟ اواخر سوره التين قال الله تبارك وتعالى سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنا أقول لك بمنتهى الصراحة، هؤلاء يكرهون الدين، يكرهون الإسلام، هؤلاء يكرهون الله، يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم خزيا أنهم فلول النظام العلماني الذي أذل تونس في السنوات السابقة. أستاذ وجدي، نقول للسادة المستمعين أنه بإمكانهم الاتصال في هذا البرنامج المباشر الذي نستضيف فيه لمن التحق معنا دكتورنا ودائيتنا ولشخص نحبه في الله عز وجل الأستاذ وجدي غني. إذا من أراد أن يتصل بنا في هذا البرنامج المباشر فعليه أن يتصل على الرقم 71-136-1000 يعني 136-000. أستاذ وجدي غني، هذه المغالطات في تعريف الإسلام احيانا نتعجب ونعجب لاننا لا نجدها فقط تصدر من اناس يريدون تغيير الاسلام، يعني اسلام معدل، اسلام يحذف منه ايات جهاد وآيات. نعجب احيانا لانه هذه التوصيفات من الاسلام تاتينا حتى من بعض الشيوخ الذين يزعمون انهم يريدون الاصلاح في الدين، فنسمع الان ما يسمى عن اسلام معتدل، اسلام سمح، ويضيفون تعليقات، وحتى في كلمه المسلم يصفون المسلمين يقول هذا مسلم وهذا اسلامي. يعني هذه توصيفات احيانا تحدث مغالطات لدى الناس، يقول هذا مسلم وكانه يقصد بذلك مسلم يقيم الصلاه ويؤدي الفرائض يعني الحج والصوم، اما اسلامي فهو الذي وكانه يريد ان يطبق منظومه انه الاسلام منهج حياه يعيش به. فالتوصيفات هذه احيانا نسمعها حتى على المنابر، نسمع انه نحن نريد الاسلام المعتدل. يعني ما رايك يعني هل هناك اسلام معتدل واسلام غير معتدل؟ اخي الحبيب، الاسلام دين الله، ان الدين عند الله الاسلام،
وقال في نفس سورة آل عمران اللي قال فيها الآية دي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نتقبل دين الله يبقى أنت بتاخد دين الله، مش مسموح لك تغير فيه. من خصائص الإسلام إيه؟ الربانية. يعني إيه؟ يعني خصائص الإسلام مثلا التوحيد، الربانية، الشمولية، المساواة كده. الربانية يعني إيه؟ يعني ده دين رباني من عند الله، مش مسموح لك تغير فيه. أنت حضرتك معاك المحمول بتاعك أهو، اشتريته كمحمول، خصائصه موجودة، هتستفيد بيه كده هتستفيد، مش مسموح لك تقعد تغير فيه. يبقى لما نرجع، احنا ناس اصوليون، تعال نقصر المسألة. ايه هو الاسلام؟ ما هو تعريف الاسلام؟ تعريف الاسلام هو ايه؟ واحد، الاسلام هو الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله تبارك وتعالى. الثاني، الاسلام هو الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. يبقى الله لما يقول امر نقول له سمعنا وايه واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، الله على القران، رسول السنه، ليحكم بينهم، سوره النور، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. وبعدين في الاخر سوره البقره بقى: غفرانك ربنا واليك المصير. يبقى اذا انت مسلم يعني بتطبق اوامر الله، مش بتناقش الله، مش مسموح لك تناقش ربنا، انت عبد، عبد خلقك الله. والعبد ربنا قال ان العبد بيسمع ويطيع، يسمع ويطيع. يا ايها الذين امنوا، سورة النساء، اطيعوا الله، ادي القرآن، واطيعوا الرسول، ادي السنة، واولي الامر منكم اللي هم العلماء، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، فردوه الى مجلس الشعب، فردوه الى العلمانيين، فردوه الى واقع، لا لا لا، فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أستاذ مجدي، يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى وهب لنا عقلا، وأن هذا العقل هو يعني هو الفارق بيننا وبين، حبيبي ماشي، أنا متفق. يعني ما مناط العقل؟ يعني أين مبعيد العقل؟ العقل عمله ومجاله علم الشهادة. علم الشهادة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إيه؟ علم الشهادة بيدرك بالحواس الخمس، اللي هما ايه الحواس الخمس؟ السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. السمع والبصر والشم واللمس والتذوق دول بيدوا العقل، فالعقل بيعمل ايه؟ طب يفكر. ولذلك ربنا لما اتكلم عن العقل قال العقل يعمل فين؟ في علم الشهاده. يوم يقول بقى سوره يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والارض، او اخر سوره آل عمران: يتفكرون في خلق السماوات والارض لقوم يعقلون، لقوم يتدبرون. شغل عقلك في علم الشهادة واخترع واعمل اللي انت عايزه. لكن علم الغيب، في ملائكة، في جنة، في نار، في عذاب قبر ونعيمه، ده علم غيب، لا شفت ولا سمعت ولا شميت ولا دقت ولا لمسته، لكن اؤمن به. اوامر الله لا دخل للعقل فيها، العقل يقول سمعنا واطعنا، وروح فكر بقى وشغل عقلك في علم الشهادة. استاذ وجدي، يعني لعله يعني، طب دليل اثبت بالدليل ده. تفضل. المرأة الحائض بتعيد الصيام، اوكي، وما بتعيدش الصلاة. ليه؟ مع ان الصلاة عبادة والصيام عبادة، لانه هكذا تعبدنا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، يعني هكذا طلب منا. بتيجي تمسح على الجورب بتاعك، تمسح من تحت ولا من فوق؟ هو المفروض نمسح من تحت. من تحت انك ماشي من تحت. لا، لا نمسح من تحت يبطل. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على سيدنا علي بن ابي طالب. المسح اسفل الخف اولى بالمسح من ظاهر. عشان كده بنقول انت ما تتمت... ما... انت هتناقش ربنا؟ انت عبد. ايه اللي قاعد يقول ربنا ليه؟ لمين اللي جاتك لقى في عينك؟ انت مالك انت؟ انت تقول ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ده العبد. استاذ وجدي، يعني نستسمحك، هناك مكالمه على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك على المباشر الاستاذ وجدي غنيم، تفضل اخينا. من معنا ساعه قبل قليل، قبل ذلك؟ رضا عثمان من جابس. رضا عثمان، مرحبا بك وبكل اخواننا واحبائنا في جابس. معك وجدي غنيم، تفضل. شيخ مرحبا بك. الله يعزك. في بلدك الثاني الاول، بلدي الاول تونس الحبيبه. ده انا ما روحتش بلدي مصر لسه، انا محروم من بلدي، جيت بلدي الحبيبه تونس. ان شاء الله ما تتحرمش من الجنه. امين واياك. الله يكرمك. رفقه النبي صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. والصراع بين الحق والباطل الى قيام الساعه. بالضبط. وهذا الفتح لفتح ربي سبحانه وتعالى علينا، ربي سبحانه وتعالى عندما نصرنا على الاعداء وسينصرنا عليهم ان شاء الله. لسه فلول، الله. لسه فلول الاعداء موجودين. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. كذلك والله ما هو غريب،
ربي سبحانه وتعالى يختار من العلماء المسلمين في كل وقت في كل حين حتى يضيء لهذا الدرب ولهذا الإسلام هذا نور. ونحن يعني اختارك الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الوقت وفي يعني منذ سنوات وأنت تعاني، ولكن أقول أنها ستجده عند الله يوم طبعا القيامة. طبعا الحمد لله. الله يبارك فيك. عندك سؤال استاذنا؟ جزاك الله خير. في سؤال؟ والله سؤالي هو الشيخ الفاضل الجليل الله يكرمك. أنا حبيت أن أتدخل بهذه المداخلة. جزاك الله كل خير. حتى لو ما فيش سؤال، مصافحتك لشيخنا ممتازة وجيدة. لا لا أنا هعلق بس على كلمة فضلتك، الله يسترك ويعزك يا ربي، لما بتقول إن في حق وفي باطل، صح، الله ينور عليك، عشان في جنة وفي نار. نعم نعم. وخلي بال حضرتك بقى، اللي بيتسخروا مننا زي ما فضلتك قلت اللي بيسخروا مننا عفوا وبيضحكوا علينا وبيضحكوا على الإسلام، نقول لهم كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي أواخر سورة المطففين الله يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. شفنا النهاردة كذا. وإذا رأوهم، هم لما بيشوفونا بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون. طلعونا منين دول؟ قلنا منين ده؟ احنا بقالنا كم سنة قاعدين نحارب الإسلام ونحارب الدين ونحارب الصلاة ونحارب الحجاب، طلعونا منين دول؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم احنا نؤمن باليوم ده، هما مش مؤمنين بيه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الحمد لله رب العالمين. والله حبيت المداخلة هذه يا شيخ. أيوه. أذكر حادثة وقعت عام 93 تفضل في سجن جابس. وكنا في يعني فكت منا المصاحب يعني بالقوة. تتصور ليلة 27 رمضان 93 حبس جابس في بيت 10، يعني يهان كتاب الله سبحانه وتعالى العلمانيين. تتصور، وهذه لا يعلمها إلا القلة القليلة. أردت أن أتدخل من يعني في كثير من الأحيان لإذاعتنا المباركة المنورة. أزادها الله نورا يا رب يا رب يا رب، ويعني أبعد عنها كل الشياطين ونورها في أهل القرآن وأهل السنة وأهل السيرة. الله يجزيك إن شاء الله. هذه يعني الحادثة أردت أن أقولها وأمليها في هذه الإذاعة المباركة حتى تكون لهم يعني شاهد عليهم يوم القيامة. تتصور ليلة 27 عندما يحتفل الطاغوت وجيبوه في التلفزة مع الساعتين متاع الليل، تفك منا المصاحف وترمى في القمامة. الله أكبر. فمن وقتها قلت سيزول هذا النظام. وفلوله حيزول هذا البلد الذي أنجب الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير. الله. وأنجب الشيخ يعني الحفيان، وأنجب مشايخ كثير منهم يعني كثير. أسمعني، واليوم يأتي علماء من هذه الأمة، علماء المسلمون، ويهانون، ونقول لهم أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا عليهم. آمين يا رب. آمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى منحنا هذا النصر أن خفف عنا هذا البلاء. أمين. واليوم ونحن نستعد في بناء هذه الدولة إن شاء الله بإذن الله الموحدة. إن شاء الله. ولن نتخلى عن إسلامنا، ولن نتخلى عن توحيدنا، ولن نتخلى عن زيتونتنا، ولن نتخلى عن تشريع الإسلام بإذن الله. شكرا أستاذنا الغالي. بإذن الله يعني عز وجل ينصر الدين بإذن الله عز وجل بكلمات صادقة وبعمل صادق وبأناس بإذن الله
لا يريدون أن يضيعوا من الدين مقاصده وأصوله. والدين كما رأينا مع أستاذنا وجدي غنيم، الدين يعني هو أصول وهو تعليمات وهو أوامر، وما لنا الحق في أن نغير منها. الحباب بن منذر في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن ينزل بجنده، جاءه الحباب بن منذر وقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته، يعني البلاصة اللي اخترتها، أهي الحرب والمكيدة أم هو الوحي من عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي الحرب والمكيدة. فأجاب الحباب بن منذر: إذن أرى يا رسول الله غير الذي رأيت. يعني ما خجل الحباب بن منذر في أن يعطي رأي رأى أنه أصوب حتى من الرأي الذي رأيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان متأدبا، سأل قبل ذلك: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أهو الحرب والمكيدة أم هو الوحي؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، سبحان الله، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: هي الحرب والرأي. قال: إذن ما أرى هذا المنزل يا رسول الله. أستاذ سفيان، وأنا في الختام أقبل جبين شيخ، أستغفر الله، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في جنة النعيم. أمين يا أمين رب. أمين يا رب. الله، إذن أستاذنا، حتى نترك بعض المجال أيضا لبعض إخوتنا، وحتى هناك بعض المسائل أخرى نريد أن لا يتفلت من الوقت وأن نطرحها مع أستاذنا وجدي غنيم. نحيل الكلمة لأستاذنا وصديقنا سفيان الفرحاني. لك سؤال أستاذ سفيان. أحب أذكر المستمعين اللي شيخنا وجدي غنيم هو كان من بطبيعة ينتمي لجماعة الإخوة المسلمين، كان أشد الكارهين والداعين يعني إلى فتح باب الجهاد على إسرائيل، كان كذلك من المحرضين إلى أمريكا وسياستها الاستعمارية، من المعتقدين إلى آل سعود، من أشد المعارضين لحسني مبارك في أوج قوته، يعني نعته بالمجرم في الجزيرة بالكافر، يعني كفره يعني طبعا، وعند الأمين يعني. لكن في نفس الوقت هو توكي ينتقد المجلس العسكري، ونعرفه فما تشابه كبير بين الثورات التونسية والمصرية في الإخوان، في جانب معين من الإخوان يعني مع المجلس العسكري، فماش تناقض هنا؟ شوف حبيبي، احنا انا استاذ وجدي بعد اذنك، وفي الاجابه على سؤال الاستاذ سفيان ايضا اود ان تخوض معنا قليلا في انك ممنوع من دخول مصر. بالضبط. يعني منذ متى تقريبا؟ من سنه بالضبط، اعطيني محكمه عسكريه غسيل اموال. 5 سنين محكمه عسكريه غسيل اموال، والمجلس العسكري المتآمر ضد الثوره الان والخائن لمبادئ الثوره بقيادة المشير طنطاوي، وأنا أقولها علنا، عايزين يفشلوا الثورة زي ما فلول النظام اللي عندكم بتاع شين الهالكين اللي موجودين دلوقتي الله يعشرهم معاه، عايزين برضو يفشلوا الثورة. لكن عايز أقول ردا على كلمة أخي الحبيب سفيان، نحن أخي الحبيب نحب الإخوة، نحب الجماعات اللي تربينا فيها، لكن الحق أحب إلينا من أي شيء. نحن نلتزم بالقرآن وبالسنة بفهم السلف الصالح، اللي يعمل هذا الكلام احنا معاه ايا كان، بصرف النظر عن التسميات، بصرف النظر عن التسميات، لكن كلمة حق نقولها لله تبارك وتعالى، ولا نخشى في الله لومة لائم. انت ذكرت في مجال حديثك استاذ وجدي كلمة يعني سينتبه لها كثير من السامعين. كثير في تونس، لدينا في تونس من يقول هناك ظهور منذ سنوات لظاهرة ما يسمى ظاهرة السلفية في تونس، وأنت الآن جاء في معرض حديثك أنك تقول فهم القرآن والسنة بما كان عليه السلف الصالح للأمة، السلف الصالح للأمة، ومع ذلك نراك تلبس يعني الكوستيم هذا. يعني العجيب أنه بعض من السلفية لما نحاولهم في المساجد يعني بعضهم خرج من الخطبة، خطبة الجمعة، كنت أؤدي خطبة الجمعة وكنت أتحدث عن فقه الأولويات، وأتحدث عنه أنه هناك بعض المسائل التفصيلية الفقهية التي فيها اختلاف بين العلماء، كمسألة يعني أن يرخي الإنسان ثوبه أسفل كعبيه. فقام أحد الإخوة وأحبه في الله، يعني بعدين جاء وقبلني، يعني قام في الخطبة وقال: اتق الله يا إمام، فإنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده أن كل ثوب تحت الكعبين ما دون كعبين فهو في النار وكذا، فاتق الله. وقام وخرج من الخطبة وتركني فوق المنبر. يعني وأنت الآن يعني نراك تتحدث عن السلفية ولكن بمفهوم آخر، تلبس الكوستيم يعني بالتونسي يعني على الطريقة الفرنسية، لبس الكوستيم ولبس الكرافات ولبس اي طبعا يعني. فيعني يعني ايش معنى سلفية؟ انت سلفي مش سلفي؟ وما معنى السلفية؟ يعني هذه نقاط استفهام. يعني السلفية بمعنى اننا نتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هنسأل سؤال، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا
زيا معينا. لا، النبي اهديت له عباية من فارس لبس، اهديت له عباية من الروم لبس، اهديت له عباية من القبط في مصر لبس، وبيت له عباءات من اليمن. اللبس ده ما هوش محدد، انت مطالب بستر العورة بس، لكن على الا تتشبه بالكفار. بمعنى ما لبس انا الزي بتاع مثلا الايه الرهبان او القساوسة او اليهود الحاخامات، لا ده اللي منهي عنه. اما ان مثلا انا بطول البنطلون او البتاع ده، صح الحديث بيقول، لكن لما نقرأ في صحيح البخاري هتلاقي باب كده، باب اسمه ايه، باب من جر ثوبه من خيلاء، اي بسبب الخيلاء. نقرأ في التفسير من هنا اي بسبب الخيلاء. طب ما سيدنا ابو بكر كان بيتعهد ازاره وكان بينزل، قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يتراخى لولا ان اتعادى، قال ولكنك لا تفعله من خيلاء. لست منهم يا ابو بكر، انت مش منهم. يبقى اذا ده ايه؟ معلش، ما احنا عايزين الفهم يا ناس، عايزين فهم الاسلام بفهم السلف الصالح. الشيء اللي مثبت عندنا وموجود والله ما نتغلى عنه ابدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما النبي كان بيركب حصان وحمار، انا بركب مرسيدس دلوقتي. يجي واحد يقول انت بتركب حمار سيدس؟ لا انا بركب مرسيدس. انت عندك مرسيدس استاذ؟ عندي الحمد لله عربيه تويوتا موديل 2012 ما عدتش 1000 كيلو لسه من فضل الله، وساكن في فيلا الحمد لله، وعندي بيتي في مصر، شقتي في برج من الابراج، والحمد لله سبت مصر وانا من الاغنى الاغنياء من فضل الله تبارك وتعالى في سبيل الله عز وجل. معلش بعض الاخوه السلفيه او يعني من يقولون بالسلفيه الان، لما يغلطوا يعني ما نتكش عليهم جامد قوي قوي. معلش يا ناس، اخواتنا وحبايبنا وشباب، وشاب متحمس للدين يا اخي، بس متحمس معلش بطريقه يعني نقول له اقرا شويه يا اخي بدل ما تعمل الكلام دوت في كذا وفي كذا، وصلح له يعني وصلح. طيب طيب، لو نستغل فرصه ونقول انك ستوجه الان رسالة لإخوتنا السلفية في تونس، يعني رسالة أنت توجهها الآن، أنت معهم الآن. إخواني السلفية، أحبابي في الله، ربنا يكرمكم ويعزكم ويزدكم تقوى ويزدكم إيمان. ركزوا مع الناس في تونس الحبيبة على الأهم وبعد كده المهم. في حاجات كتير في الإسلام، أنا لو جبت صبورة كبيرة كده حبيبي رحت كاتب عليه، لو أنا قلت لك اكتب الإسلام، اكتب كل حاجة في الإسلام هتكتب. ها، صلاة، صوم، زكاة، حج، بر والدين، صلاة رحم، إحسان إلى الجار، أمانة، صدق، حجاب للمرأة، لحية، هي مش اللحية، مش طيب إيه اللي أركز عليه؟ إيه اللي أعمل فوكس بالإنجليزي عليه بقى كده عشان أشوفه؟ أهي ده الإسلام عندك أهو. إيه اللي محتاجاه النهاردة تونس الحبيبة وهي قايمة من صحوة، قايمة من ضغط كان عليها؟ ركزوا مع الناس على الأساسيات، ركزوا مع الناس على الأساسيات. في أشياء ثابتة وفي أشياء متغيرة، الثوابت لا نتحدث فيها، ما تكلمنيش فيها، مش مسموح لك تكلمني، ولن أتنازل عن الثوابت. أما المتغيرات نتكلم فيها 60 تغير يا سيدي. أستاذ وجدي معنا يعني متصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. شكون معنا؟ معكم سامي إبراهيم. أستاذ سامي إبراهيم، أسررنا بهذه المكالمة. وقبل أن أحيل الكلمة لأستاذي وصديقي وضيفي العزيز وجد غنيم، أريد أن أحييك تحية خاصة. حتى أمس سمعتك يعني في لقطة وجدتها على المواقع الإلكترونية وأنت تتحدث عن السلفية، أعجبتني المداخلة، فلك مني نيابة عن كل أهالي تونس ألف شكر. يعني أنت أصلت المسألة في شكل سريع، أقول أنه أنت قلت أن السلفية يعني هم نمط من الفهم تقريبا بحسب ما فهمت منك، أنه السلفية يقودهم كثير من الحماس، ولكن السلفية حتى بعض الناس اللي يتهمون بالغلو وببعض الحركات اللي ربما يكون فيها بعض عنف كانت نتاج، أولا أنت قلت مش كلهم، اثنين أنت قلت حتى البعض القليل منهم الذين قد يتهمون بالغلو وبالتعصب وبالعنف هم في الواقع هم رد فعل طبيعي للناس الذين يستهدفونهم في دينهم وفي ثوابتهم. فتحية مني على ذلك التفسير، وربي يبارك لك. أستاذ سامي معك وجد غنيم على المباشر، تفضل. مرحبا بكم سيدي، وألف أهلا وألف سهلا بكم. الله يعزك. يعني في الواقع أثرت على المداخلة لأنني علقت على موقعي في الشبكة الاجتماعية على بعض مداخلاتك، فيعني تعرضت للكثير من التهجم. يعني طبعا يعني الكثير من التونسيين يحبونكم في الله، يحبون فيكم هذا الوضوح وهذه الصراحة وهذا الحماس الديني وثورة الحماس وثورة الوجدان الإيماني العميق. يعني فقط يعني أحب أن أتوجه إليكم باستفسار في شكل لا أقول نصيحة، وأنتم يعني لا تحت أمرك، تفضل. رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. يا سلام. هو ليس عيبا، هو ولو حتى، تفضل.
هو فقط يعني تفضل تفضل اخي خش على طول تفضل بلا مقدمات. اي يعني يبدو لنا يعني ان الخطاب الدعوي مطالب يعني ان يكيف حسب حاجات البيئه التي يعيش فيها الناس. أتفق. فمثلا نحن في تونس نعيش في مرحلة حساسة في مرحلة دقيقة. طيب. نحن يعني معرضون في أي لحظة للانقسام للفتن للتنابز للتدافع. طيب. فيريث يعني لو أنه يكون الخطاب. طيب. ومحاضراتك القادمة. طيب. دعوة إلى الوحدة الوطنية. أيوة. يعني هؤلاء العلمانيون هم كذلك ضحايا. يعني صحيح أن هناك خطاب علماني متطرف متشدد أصولي يستهدف ضمير المسلمين يستفز الناس في دينهم. سمعنا حتى من بعض المثقفين التونسيين أن الاستفزاز وصل إلى حد التعدي على شخصيات اعتبارية نقدرها ونحترمها مثل الصحابة مثل أمهات المؤمنين. بالزبط. إلى حد يعني الوصول إلى التعدي على الذات الإلهية. أوكي. يعني كل هذا لا يدعون إلى أن نقسم البلد إلى فسطاطين، فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان. نعم هناك كفر وهناك إيمان والحد بينهما واضح ويجب أن يكون واضحا في وجدان الناس، ويجب أن يتبرأ الناس من الكفر ومن النفاق. الله. ومن البدعة ومن كل هذا واضح. لكن حسب تقديري ويعني أوجه إليك الكلام يعني دون أن ينقص ذلك من شأنك ومن قدرك ومن مقامك في قلوب الكثير من التونسيين. ندعوك إلى أن تدفع التونسيين إلى أن يحبوا بعضهم بعضا، وفي أقصى الحالات أن يتناظروا بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة. أوكي. العلمانيون. أوكي. هم ضحايا نظام السلطة. لا 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 معلش. إذن أستاذ سامي إبراهيم، وراء كل علماني متطرف داعية مستقيل أو إسلامي لا ينهض بحجته ويعني متقاعس عن تحصيل أدوات تبليغ صورته. أستاذ سامي إبراهيم، سامي إبراهيم، جزاك الله. جاء في حديثك أنك قلت يعني قضايا الكفر يعني هي قضايا ضرورية، وكأنك قلت يعني للتمايز بين الناس. أنت مع قضية الكفر أم لا؟ أنا لا أرى أن ينخرط المسلمون في فرد الناس هذا كافر وهذا مؤمن، لكن هم مطالبون أستاذ سامي حتى وإذا كان جاء في حديث أحدنا وأردنا أن نبين له أن هناك يعني مساحات قد اجتازها، وهذه المساحات قد تجعله كافرا برأي كل علماء الأمة، يعني مثلا يعتدي على مقدساتنا، يعتدي على ديننا، يقول أنا لا، يعني أنت مع هذا التمييز أم لا؟ تقدر المسألة بقدرها وتختلف من موقع إلى موقع، لكن أن نقسم المجتمع أن نقول العلمانيون كافرون يعني بهذا التعميم، يعني هذا يقسم المجتمع على أساس يعني أنت تقول خلي مش لازم فيما معناه نقولوا العلمانيون كافرون. طيب هم ليسوا كافرون، خلي النجمة. تفضل أستاذ وجدي. أنا يعني شكرا يا أستاذ، جزاك الله خير. مع المحبة والاحترام والتقدير. الله يكرمك. التمييز لا يعني، وتونس يجب أن تخرج من عزلتها وأن تنفتح إن شاء الله على عمقها الإسلامي. إن شاء الله. ربنا لا اختلاف في ذلك. ربنا ربي يبارك لك. شكرا أستاذ سامي إبراهيم على المداخلة. صحة. جزاك الله كل خير. أتفق معك في بعض حاجات وأختلف، لا حرج إن شاء الله. ربنا يعزك وبارك فيك يا رب. أنت بتقول لابد من مراعاة حاجات البيئة، وأنا معك مليون المية. وأنا لما جيت تونس ما تحدثت إلا في الأمور اللي تخص تونس، وسألت الإخوة حتى قبل ما أتكلم عن أي موضوع الوضع عندكم هنا في تونس إيه، فقالوا الوضع 1-2-3-4 كذا 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 كذا، فالتزمت بهذا. لكن اللي ما ينسموا بالعلمانيين قبل أنا ما أجي أخي، حتى ما قبل أن يسمعوني، يعني عيب يا أخي. حتى المفروض التونسي، أنا أعرف أن التوانسة عندهم أصالة، ناس محترمين يحترموا الضيف حتى لو هم مختلفين معاه. ضيف جاي بلدك تقول له أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة ولو إني أختلف معاك، لكن قبل ما أجي تبادئني بالعداء وتبادئني بالسخرية وبالسب والكلام ده، هم اللي بدأوا. ولذلك القرآن يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لازم الكلام يبقى موجود. أختلف مع فضلتك، أختلف بس معاه في كلمة الضحايا. لا دول مش ضحايا يا أخي، دول فلول النظام، دول فلول النظام العلماني اللي رضعوا العلمانية وكره الدين. طب لما ربنا يخلصكم من شين الهالكين الله ينتقم منه، ليه تفضلوا انتم موجودين يا اخي؟ انت بتقول مسلم، طب روح وبتقول وجدي متطرف. اوكي، وجدي متطرف، وجدي مش فاهم دين. ايه الدين بتاعك اخويا؟ قولي.
وجدي غنيم بيقول المرأة تتغطى وتلبس حجاب وتلبس نقاب، هو دينك العري؟ وجدي غنيم بنقول نصلي في المساجد، دينك عدم الصلاة؟ وجدي غنيم بيقول ما نحطش ايدينا في ايد النساء ونسلم عليهم والاحاديث موجودة، انت تقول لا اروح اسلم على المرأة وزي اختي؟ قول لي الدين بتاعك ايه؟ وجدي غنيم بيقول تطبيق الشريعة الإسلامية زي ربنا ما قال، انت مش عايز تطبيق الشريعة الإسلامية؟ ايه الدين بتاعك يا علماني؟ قول لي يلي معترض على وجه غنيم. انت تشرنا استاذ وجدي الى نقطة هامة ومفصلية في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش مع الصحابة حتى في بداية الدعوة في مكة وصف، يعني أعطى توصيف لغيره ممن الذين أبوا أن يتبعوه، والتوصيف هذا ما كان يعتبر يعني وصف سيء، كلمة الكافر بمعنى الجاحد، وربنا سبحانه وتعالى يقول الكافر كمثل غيث أعجب الكفار نباته بمعنى الفلاح، لأنه الفلاح يغطي والكافر سماه الإسلام، سمى الذي يغطي حقيقة الله عز وجل سماه كافر لأنه غطى أشياء كان يفترض أن يصرح بها اللي هي وحدانية الله سبحانه وتعالى. لحظة أكد كلامك، أنا عايز أكد كلامك بس بالقرآن، أنا عايز أكد كلامك بالقرآن. الله يقول في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو أنا لما أقول على واحد كافر بشتمه؟ أنا بوصفه. يا رب ناخد بالنا من النقطة دي، التوصيف يعني إيه؟ أنت لما تقول كافر يعني مش معناه تسب فيه، يعني مستطيع لا أنا بوصفه عشان أعرف أتعامل معاه. واحد بيقول لك أنت شفت الأخ وجدي غنيم؟ بتقول لا والله ما شفتوش. يوصف لي وجدي غنيم، وجدي غنيم أصلع، وجد غنيم طويل، وجد غنيم رفيع، هو ده انت بتشتمني؟ انت بتوصفني، انت بتذكر اشياء موجوده فيا. فانا لما اقول لك ان زي ما ربنا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كافر يعني كافر بالله مش مؤمن بالله. هو بيقول لك انا مش مؤمن بالله، مش عاجبني ربنا ولا عاجبني الرسول بتاعكم ولا عاجبني الشريعه بتاعتكم. طب راجل كافر اقول له ايه؟ احط ايدي في ايدك؟ لا. اقول له قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دلوقتي، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد قدام، لكم دينكم ولي دين. لكن استاذ وجدي بعض العلمانيين يقولون نحن نؤمن بالله، انا كثير منهم في تونس. تؤمن بالله؟ اؤمن بالله. يعني ايه تؤمن بالله؟ الايمان هو ايه؟ ما هو الايمان؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. انت مؤمن بالله؟ هو مصدق بالله عز وجل. شرع ربنا. لا هو لك انا اؤمن بالله انه خالق وانه قد اوجد الكائنات من عدم، ولكن التشريع هذا يقول لك انا ارى ايضا. قال الله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس اله الناس ملك الناس اله. الله يفتح عليك فكرتني بالنقطه دي، الله يسعدك يا رب في الدنيا والاخره. الله يبارك فيك ان شاء الله. اقول لاخواني المستمعين اخواتي المستمعات واقول للعلمانيين برضه عشان يسمعوا ونقيم عليهم الحجه، يعني في فرق بين الرب والاله. التوحيد عندنا في الاسلام التوحيد بينقسم ثلاث اقسام، توحيد الذات والصفات والاسماء ان الله عز وجل ذاته احديه لا يشترك معه غيره. طيب توحيد الربوبيه اثنين او ثلاثه، توحيد الالوهيه. الربوبيه من رب، الوهيه من اله. رب يعني ايه؟ يعني مالك، انا رب القلم، انت رب الدار، اوكي؟ لكن اله يعني ايه؟ يعني معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني يتسمع كلامه. ابليس والكفار اعترفوا لله بالربوبيه وقالوا ربنا هو الخالق بدليل. ابليس في اخر سوره صاد بيقول لربنا ايه؟ بعد ربنا ما قال له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ ابليس قال ايه؟ انا خير منه. انا خير منه، خلقتني. معناه هو معترف بان الله خالق. انت خالق يا رب وانت اللي بترزقنا وتبارك وتعالى. طب اسمع يا ابليس الكلام واسجد لادم سجود تكريم. لا مش هسمع كلامك يا اله، مش هنفذ كلامك يا اله، لكن انت رب، انت اللي خالق. المشركون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. الله. قل من رب السماوات والارض سيقولون لله. طب اسمعوا كلام ربنا. لا هو ده الفرق بين الرب والاله. العلمانيون النهارده يقول لك انا مؤمن بالرب اللي هو ايه؟ الخالق تبارك وتعالى وبيرزقنا وعز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرع ربنا ما ينفعناش ومش هنسمع لكلام ربنا ومش هننفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم انتم لم تؤمنوا بالالوهيه. الله يقول في سورة الأعراف، بصوا الآية دي كويس قوي، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق يبقى رب، والأمر يبقى إيه؟ إله. إله يعني إيه؟ معبود. معبود مطاع يتسمع كلام. النهاردة العلمانيين عايزين يقولوا إيه؟ ألا له الخلق ولنا الأمر. سبحان الله. ولنا الأمر، ربنا ملوش وجود في حياتنا،
ربنا خلقنا وابعد عننا بقى خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده راجل قديم ملناش دعوه بيه، كان بيركب حمار وعايش في خيمه. احنا النهارده نمشي حياتنا زي ما احنا عايزين. الخمره حلال ولا حلال احنا اللي نقول، الربا حرام احنا اللي نقول، الزنا والدعاره احنا اللي نقول. نقول لهم لا اله الا الله. اذا بماذا نصف هؤلاء الذين يقولون وهم احبتنا اخواننا، كثير منهم يعيشون بيننا، يعني يعيشون معنا ويقول انا اؤمن بالله عز وجل وممكن في المولد يعمل عصيده وممكن كذا، يعني يقول انا مسلم وطيب وباهي ها، ولكن اريد الاسلام المعتدل، الاسلام الطيب، الاسلام سبحان الله. يعني يوصف الاسلام بحسب ما يراه هو، يعمل نموذج على مقاسه سير سايز يعني. لا يبقى انت حر بقى، ده دينك انت بتفصله على مزاجك. احنا بنتكلم عن دين الله تبارك وتعالى، دين الله اللي امر به عباده. ايه هو؟ ادي القران اهو، وادي السنه اهي بفهم السلف الصالح. اللي عاجبه الدين يقول انا مسلم، مش عاجبه الدين ما يقعدش يحور ويبور ويدور في ديننا. مش مسموح لاي حد ان هو يبوظ في الدين ويلعب في الدين. وهل توصيف هذا الذي يعترض على الدين توصيفه بأنه هو كافر، هل هذا يعني سيء نتجنبه بحسب المرحلة، أو هو ضروري، أو هو فرض، أو هو يعني أو هو مباح أنك تصف أو لا تصف؟ يعني بعض الأئمة عندنا في تونس وربما في كثير من أماكن الدنيا يقول لك يعني أنا ما أريد هذا التوصيف لأنه قد يسيء وقد يزيل الوحدة الوطنية كما قال الأستاذ سامي إبراهيم، ويعني عندنا مصالحة وعندنا وطن وعندنا كذا. يعني كيف ترى المسألة؟ لما جم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد مالا أعطناك، بتاع ده تعبان وعايز تتعالج نعالجك، اذا كنت طب خلاص، طب تعبد الهنا يوم واحنا نعبد الهك يوم؟ قال لهم ايه؟ وضع الشمس. والله لو وضع الشمس يمين قالوا لا، ويقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. لما قالوا سيدنا المسنة بن حارثة الشيباني قبل ما يسلم وقال له يا محمد ان شئت ان ننصرك مما يلي العرب فعلنا، قال يعني ما اساتم حين افصحتم بالصدق، ولكنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. أخي الحبيب، الله يقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ها الكفر والفسوق والعصيان. طب واحد بيقول لك أنا مؤمن وبحب الكفر والفسوق والعصيان، ينفع؟ لا طبعا. طب واحد بيقول لك أنا مؤمن وبكره الدين وبكره الإسلام وبكره الحجاب والنقاب وكره دقنك دي وكره الأذان، يبقى ده بالله عليك مسلم؟ خلينا أضرب لك مثل تاني. واحد بيشجع نادي كورة، اللي بيشجع نادي الكوره بيحب النادي بتاعه ولا بيكرهه؟ طبعا بيحبه. طبعا. طب عايز النادي يكسب ولا يخسر؟ طبعا يكسب طبعا يعني. طب واحد بيقول لك انا بحب النادي وعايزه يخسر، يبقى بيحب النادي ده؟ طبعا لا. معنا على الهواء مكالمه اخرى هاتفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ معكم محرز زيدان، رئيس جمعيه الاثار والدعوه الاسلاميه، احد الجمعيات اللي استدعوا الشيخ وجد غنيم. استاذنا مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك. وبداية سعى شكرا على هذه الدعوة الطيبة التي أتحتم من خلالها زيارة الداعية وجد غنيم، فشكرا لكم. يعني الأخ أبو محمود. نعم. حياك الله، جزاك الله كل خير، ربنا يكرمك ويتقبل منك يا رب. عندنا في تونس أبو محمود. نشكرك أنت بعد الله سبحانه وتعالى، ونشكر إذاعة الزيتونة تحت هذه الفرصة. جزاك الله خير وأعطينا زهرة بعد المغالطات من الهجمة الشرسة اللي بقية وسائل الإعلام. حبيت أسأل أنا أسأل فضيلة الشيخ، إيش رأيك في وحدة صفوف التونسيين بين بعضهم، أنا بين مختلف الفئات من المختلفة، إيش رأيك في هذه الوحدة؟ وهل انه خطاباتك حقيقه يدعون الى التفرقه بين التونسيين والى العنف بينهم؟ وجزاكم الله كل خير. وإياك الله يكرمك. حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاخر كده عن الحديث، في الحديث: ومحمد فرق بين الناس. ايوه، لابد من التفرقه بين الكفر والايمان، بين الحق وبين الباطل، في جنه وفي نار، لازم الامر ده يبقى يا راجل ناس بتحارب الدين. ده العروسة اللي اسمها فلة اللي جت عندكم قلعوها الحجاب يا راجل. يا راجل قلعوها الحجاب يا راجل، وتقولي نحط ايدينا في ايديهم ولا نقول؟ لازم نقول لهم بمنتهى الوضوح، انتوا كارهين للدين، كارهين للاسلام، كارهين لربنا وللرسول صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، ما انتوا مسلمين ابدا. عمر ما في مسلم يكره الله ولا يكره الرسول ولا يكره دينه. لكن كيف ترى طبيعة هذا الحوار استاذ وجد غنيم معهم؟ يعني نحن نبين ونفصل لهم بشدة او بسماحه واحد، يعني خليني اقول لك استاذنا، لانه طبيعه الخمسين سنه التي حاول من خلالها اعداء الدين
أن يبعدوا الناس عن دينهم. في متدخل من جابس قبل قليل قال والله منعت منا المصاحف، فالناس كانت تعمل بخبث من أجل سياسة تجفيف المنابع، والناس يعني المساجد أصبحت تغلق بعد كل صلاة، والأذان الأذان نفسه أصبح في مجلس النواب يعني التونسي يعتبر على أنه يعني نوع من التشويش أو نوع من التشويه. يعني خليني نكمل الفكرة ويكون في نفس الوقت صديقنا الذي سأل وأيضا لي يعني والأستاذ المستمعين، يعني طبيعة الحوار هذا قد يتهم المسلم الذي يفاصل بين الناس يميز يقول يا أستاذنا إذا أنت تحب الله عز وجل وتكره شرعه فإنه هذا من طبائع الكفر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون، ربنا يقسم يقول فلا ربك يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان نحن نبين للناس هؤلاء الذين هم كثير منهم إخواننا يعيشون في بيوتنا، ابن خالتي ولا ابن عمتي ربما أخي ربما كذا، عندهم بعض المغالطات، طبيعي انه لما انت تفصل وتقول هذا كافر وهذا مؤمن قد يعتبر البعض انه تفصيلك هذا يدعو الى الشحناء والى الغضب وربما الى اثاره الفوضى. ماذا ترد؟ ماذا تقول؟ يعني هل هي دعوه للفوضى ام دعوه لتصحيح المفاهيم ويعني فيها كثير من السماحه وكثير من الحب؟ يعني اولا تاكيد لكلام حضرتك الله يعزك بسم الله ما شاء الله عليك في القران، انت جبت سوره النساء فلا وربك الله بيقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أأكد الكلام. سورة النور إنما كان قول المؤمنين مش الكافرين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله أدي القرآن ورسوله أدي السنة ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أدي القرآن ورسوله أدي السنة أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالكلام لازم يبقى واضح. أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا كلكم قاعدين تقولوا الحرب للإسلام وحرب الإسلام وحتى العروسة فلة اللي قالوا على الحجاب واللي بيعملوا القرآن، هو كان شين الهالكين هو اللي بيعمل كده ولا جنوده اللي ربنا قال عليهم في سورة القصص إن فرعون وهامان رئيس الوزراء بتاعه وجنودهما؟ مين جنودهما؟ مين جنودهما؟ الضباط العساكر الكتاب القضاء اللي كانوا بيخدموا النظام هم اللي موجودين دلوقتي، دول فلول النظام، فلول شين الهالكين اللي زل تونس وزل شعب تونس وحارب الإسلام فيها. علشان كده بنقول لهم ما تكبروش، لا تكابروا يا ناس، اعترفوا بذنبكم، قولوا انا غلطت وانا مش غلط، قولوا انا غلطت ده غلط، ليس من العيب ان اخطئ ولكن من العيب ان اتمادى في الغلط. ايه الحقد اللي في قلبكم ضد الاسلام وضد المسلمين ده؟ يا بنقول لكم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايزين ليه؟ أستاذ وزي نعود إليك بعد قليل لأنه ما زال جزء من الجواب لم نتبينه من جوابك، وهو طبيعة الحوار أنت تميز تفصل وتوضح مفاهيم علقها بعض الغبار. يعني هذا التمييز الذي نقوله للناس قلت طريقته كيف، يعني قد يتهم وجدي بعد إذنك خليك معي لحظات، قد يتهم البعض أنه التمييز بين الناس يعني يهدد المصلحة الوطنية والمصلحة كذا والتوحيد بين الناس، فالدعوة يرد ربما الأستاذ وجدي إما أنه يقول أنه نحن نصحح لهؤلاء المفاهيم ولكن بالعنف بالضرب بالكذا. هذا نعود إليك بعد قليل حتى نستفهم هذه النقطة. معنا اتصال على الهواء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا المستمعين اذاعه زيتون القران الكريم. بارك الله عليك اخي وجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحبك الله. من معنا؟ معكم فوزي بن قمره. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ فوزي. وعليكم السلام يا اخي حبيبي. لا انا لست باستاذ. لا مرحبا بك، مرحبا بك. لك ايضا جمهورك والحمد لله يعني محبوك كانوا يحبونك في نمط يعني معين، والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى يسر وغيرت من ذلك النمط، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك يعني في مبتغاه يعني ربنا عز وجل. فمعك الاستاذ وجدي غنيم، تفضل. حبيبي وجدي والله العظيم انا احبك في الله. احبك الله، اعزك الله، ربنا يعزك، احبك الله يزحتني. منذ سنوات واليوم ازددت حبا كثيرا في قلبي وفي قلوب كل التونسيين والمسلمين بصفه عامه. الله يعزك ويبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. كلامك جميل جدا لانك لا تخاف في الله لومه لائم. الله يسترك في الدنيا والاخره بما شاء الله. حبيبي انا اريد لا اريد ان اسالك سؤال لاني لا اتجرأ ان اسالك. لا يا اخي خط امرك تفضل. والله العظيم انما اريد نصيحه. نصيحه لمن؟
في تونس منذ السنوات الماضيه منذ الحكم القديم منذ الرئيس القديم والرئيس اللي بعده كانوا الناس يعتقدون كل واحد يعني يرتدي لحيه فهو يسمونه اخوانجي وبعد حين والان اصبح كل واحد عنده لحيه اصبح سلفي. طيب لكن اختلط الحابل بالنابل واختلط السلفيين واختلط الامور بين السلفي وغير السلفي وبين المصلي وغير المصلي. لكن يا حبيبي نحن الان في حاجه الى ايه؟ نحن الان في حاجه في نصيحتك للمصلين بصفه عامه. الان التونسيين عندهم فكره عن المصلين يعني اخوانجيه ارهابيين ليسوا معتدلين ويعني بكل صراحه يعني امور غير معقوله. فنصيحتك للمصلين ايه هي؟ ونصيحتك للاخوان السلفيين في تونس ايه هي؟ حتى يحبوا غير المصلي المصلي وحتى يعطوا صوره لغير المصلي صوره طيبه وحسنه للمصلي. يعني المصلي راهو انسان عادي انسان يحمل الرحمه ويحمل المحبه ويحمل الشفقه ويحمل العلم. هكذا ما نريده للغير المصريين. ونصيحتك الى اذاعه الزيتونه والعاملين فيها حتى ترتقي هذه الاذاعه الى ما هو افضل وحتى تكون هي الاولى في تونس وفي العالم العربي. فنصيحتك يا اخي الى هؤلاء العاملين وارجو التوفيق للعاملين في الله يجزيك استاذ حسن التي لها فضل علي كبير بفضل الله رب العالمين. ومره اخرى يا اخي وجدي احبك في الله احبك الله لا زحمتني من اجله. سلامي لك ولكل العلماء. بارك الله عليك. بارك فوزي الله عليك. فوزي من قمره الله يجزيك وتحياتي لك ولكل المستمعين. استاذ وجدي وانا كذلك احبك في الله يا اخي. الله يحبك واحبنا الذي احببتني فيه ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايضا استاذ وجدي تعلق بشكل سريع ان الوقت يداهمنا. يعني قلت تعلق على مكالمه الاستاذ اخينا نحبه في الله فوزي بن قمره وايضا التوصيف طريقة التعامل. أيوة. يعني قد قلت حتى في تونس بعض الإخوة يعني من جراء الاعتداء على المقدسات الاعتداء على الذات الإلهية هذا كان يقع في الغرب وكنا يعني نستاء منه. الآن بعض العلمانيين نساءهم طبعا واقع تونس الجديد الذي تحولت عليه وأصبحت عليه فأصبحوا يستفزون الناس في مشاعرهم. فطريقة الدعوة وطريقة التمييز بين الناس نقول لهؤلاء تصحيح المفاهيم كذا هل يعني هذا أنه يكون أسلوبنا متطرف؟ هل يعني هذا أسلوبنا يكون متهمش؟ ثم هذه الطرق لتصحيح المفاهيم هل تعني هذه الطرق تفكيك الوحدة الوطنية؟ أولا الله يقول في أواخر سورة الله يقول في أواخر سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الحكمة الأول قبل الموعظة مع أن الموعظة القرآن والسنة. أما ليه الحكمة هنا؟ الحكمة أن تضع الشيء في مكانه. بتكلم معاك بأدب وبتكلم معاك بذوق وبدعوك للإسلام وضيف عليك ترحب بيا وتقول لي أهلا وسهلا ونتناقش وناخد وندي بحب وبمودة يبقى هنا هحترمك وعاملك بالأدب وبالذوق. هتقل أدبك وتبتدي تتطاول على الإسلام؟ لا، اللي هتعتدي على الإسلام هقفلك بالمرصاد. يبقى هنا الحكمة بقى زي الرجل اللي جاي للنبي عليه السلام وراح دايس على العظمة القديمة ده وبمنتهى قله الادب يا محمد اتزعم ان ربك يحيي بعد هذه بعد قد بليت وامية بن خلف قال نعم ويدخلك النار. دي القوه المطلوبين بقى مع اعداء الاسلام. لكن في الدعوه بندعي بالحكمه والموعظه الحسنه وبنقول يا ناس واحده واحده وهكذا. اما بالنسبه لموضوع اخي الحبيب الله يثبتك يا رب ويبارك لك موضوع الصلاه والمصلين، خلي بالك اخي الحبيب في فرق كبير واقول لاخواني السلفيه واخواني المسلمين جميعا إن في فرق بين الصلاة وفي فرق بين إقامة الصلاة. الله لما أمرنا في القرآن أمرنا بإقامة الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سورة إبراهيم. يا بني أقم الصلاة سورة لقمان. إنما لما عاب على المصلين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيه الفرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة؟ أنا لما أروح أتوضى وأستقبل القبلة وأصلي وأقرأ الفاتحة وأركع وأسجد أنا صليت. مطلوب من المصلي أن يقيم الصلاة. يعني يقيم الصلاة يعني يطلع بقى يعمل بهذه الصلاة. أنت كنت حاطط عينك في موضع سجودك يبقى غض بصر، كنت بتغسل إيدك وبتتوضى مع إن إيدك نظيفة يبقى ما تمدش إيدك على الرشوة ولا الحرام ولا تكتب مقالة ولا تعمل حاجة غلط، بالإيد دي إيد طهرة. لابد أن تطبق الإسلام في حياتك وأنت ماشي. بعد كده الناس يشوفوا الصلاة اللي أنت صليتها فيك. ففي فرق بين الصلاة وفرق بين إقامة الصلاة. إذا المسلم لا يخشى منه، يعني الأصل فيه أنه المسلم هو داعية للخير في حياته. أنا عايز أسأل سؤال. تفضل. أنا برهبك دلوقتي شوية يعني
اسمع استاذ وجدي. لا خليك معي بس يا واحدة. استنى تعالى تروح فيك. طب انت بترهبني؟ يمكن. لا والله. اذا مين اللي بيقول علينا ارهابيون؟ والله مين اللي بيقول؟ لا لازم اشوف مين اللي بيقول علي ارهابي. اللي طلع علينا لفظ ارهابي جورج بوش. وهو بيقتلنا في افغانستان. وبيقتلنا في العراق. وبيموتنا وبيقول علينا احنا اللي بنموت. سبحان الله. احنا الارهابيون. نقول له انت الارهابي. ليه؟ لان الله يقول في سورة الانفال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تعملوا به ايه؟ ترهبون به. مين؟ عدو الله. اللي يقول لك انت ارهابي وبترهبني قول له انت عدو الله. انا ما برهبكش. انا ما برهبكش حد. انا راجل مسلم واضح الحمد لله رب العالمين. راجل مسلم بقول قال الله عز وجل والآية في سورة كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه كذا. نعود إليك أستاذ وجدي. سفيان تفضل. مرحبا بك مرة ثانية. ما هو حكم الدين من قال في من قال أن الشريعة بدعة؟ الشريعة إيه؟ من قال أن الشريعة بدعة. ده جورج لا ده تونسي. لا تونسي هذا في قناة فضائية مباشرة قال الشريعة بدعة. قال الشريعة بدعة. طيب هما ليه السنة؟ نساله ما معلش ما دام اصل البدعه عكس السنه بقى الشريعه بدعه وتقول لي دول مش كفره يا راجل انت بتتكلم في ايه يعني هذا حابب ناكد لك راجل ده كلام. حابب ناكد لك شيخ انه هذا مثال من التيار العلماني. لكن قبل ما نفوت انه ان كنت تقول لنا كلمه في سوريا المجازر في سوريا ندعي لهم ان شاء الله بالرحمه في حفظ ان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله ان شاء الله وكلمه في العلماء امثال حسون والبوطي الله يلعنهم اللي الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم سفيان يعني في نفس الاطار في نفس الاطار هل يعني الله يهديهم افضل وربنا يحشرهم مع اللي بيدافعوا عنه امين. هل انه بنهايه نظام بشار هل يمكن انتظار قيام خلافه اسلاميه ان شاء الله قيام؟ انا بص انا عايز اقول حاجه بقى معلش انا هنا في تونس وانا واخد راحتي الحمد لله الحمد لله وحتى بقول بقى اللي قاعدين يقولوا على الديمقراطيه والملوخيه بتوع الديمقراطيه دول مش الديمقراطيه عندكم حريه الراي وقبول الاخر والراي والراي الاخر؟ طب يا ناس اقبلوا رايي وانا مش اخر اعتبروني اي ما تعتبروني. انا دلوقتي موجود في تونس اقول يا تونس يا حبيبة يا تونس يا اللي كنت اول الثورات وكلنا اقتدينا بيكم مصر وليبيا كويس يا تونس طبقوا الاسلام وطبقوا الشريعة علشان الدول التانية تقتدي بيكم كما اقتدت بيكم في الثورات. ربنا يجعلكم فتحة خير يا رب. لكن برضو اوضح عشان ما اوضح للناس انا اطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه ثم بتطبيق الحدود في الاخر اي مش الان مش الان لانه لا 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 مش لانه بعض المفاهيم كانت مش دلوقتي خلي بالك بس الاسلام هو تطبيق الشريعه الاسلاميه هو ايه؟ ان احكمك بالحق واحكمك بالعدل واحكمك بالمساواه واديك حريتك ها واديك حد الكفايه اللي تعيش بيه مش الكفاف وافهمك دينك ايضا لانه بقى. انطبق عليك حد قطع اليد وانت لا تفهم يعني سبحان الله بس يعني. يا مولانا انتظر الاول اكدني الاول انت بتقطع ايدي وانا جعان يعني الاستاذ الشريعه قالت لك تجوعني وبعدين انت بتقطع ايدي يعني بعد اذنك استاذ الشريعه تقول لك تذهب البلد وتسرق ولما انا مثلا مش لاقي اكل تقول لي انطبق عليك الشريعه يعني انت مثلا من 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 ولانه عندنا مكالمه هاتفيه اخرى خلينا قبل المكالمه نسالك يعني انت اليوم ترى انه حتى تطبيق الحدود لا ننكرها تعاليم دينية لأنه هذا حرام حرام ولكن لا ندعو إلى تطبيقها كلها في غياب بعض المفاهيم الإسلامية وفي غياب التوعية وفي غياب كثير من الأشياء يعني حتى اللي بيطبق عليها قطع اليد هو مسائل متعلقة بالعقيدة ما زال لا يفهمها لا واحدة عشان نفهم بس المعنى نحن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ولا بد من تطبيق الشريعة الإسلامية إن كنا مسلمين وموحدين بنص الآيات مش هنعيدها تاني أوكي إيه هي الشريعة الإسلامية المجرمون اللي طالعين قاعدين يقولوا ان انتم بتخوفونا وهتقطعوا ايدينا وتجلدونا وتموتونا اقول له مين بيقول كده يقول لك الاسلام بيقول ايه افهم الاسلام الاول الاسلام بيقول ان الحاكم يحكمنا بالحق اثنين بالعدل ثلاثة بالحرية اربعة بالمساواة خمسة يديني حد الكفاية اللي عيش بيه مش الكفاف بعد ما تطبق الاسلام بالحق العدل الحرية المساواة بهذه الاصول حد الكفاية طبقت الاسلام بالحق بالعدل بالحرية بالمساواة بحد الكفاية اللي يسرق بعد ما تكفيه اقطع ايده الشاب اللي بتقول له تعالى خد فلوس واتجوز وانا اجوزك لو زنى اجلده الراجل اللي بتقول له مثنى وثلاثة ورباع ومتجوز وراح زنى حرجمه نعود اليك استاذ وجدي غني يبقى دي الحدود اللي بنطبقها امتى بعد ما اعمل الفيلا بعد ما ابني البيت يعني بحط حوالين البيت السور حد يزعل من السور الحرامي هو اللي بيزعل من السور
اللي بيقولك انت عملت بيت وحطيت سور وبتعلي في السور وحاطط اسلاك شائكه على السور ومكهرب السور، انت زعلان ليه؟ استاذ رشدي نعود اليك. السلام عليكم. السلام معنا هاتف. الو السلام عليكم. يبدو انه صديقنا انتظر ثم كويس الحمد لله عشان اخد راحتي عشان الحته دي. الله يبارك لك يا اخي الحبيب يا اللي قطعت المكالمه، الله يبارك في عمرك. يا اخوه يا شعب تونس الحبيب، الاسلام بيقول ان تطبيق الشريعه الاسلاميه لابد ان نحكم بالحق، نحكم بالعدل، نحكم بالمساواه، نحكم بالحريه، ما حدش يستعبدنا يعني ويدونا حد الكفايه اكل وشرب ولبس وسكن ونعيش حياه اسلاميه رغده كمان ومش من جيب حد. ثم بعد ذلك الاسلام يقول اللي يتعدى الحدود دي هنطبق عليه الحدود الاسلاميه. شيخ علمي شيخنا نعرف انك لا تخشى في الله لومة لائم. تفضل. وانقدت يعني حتى من نفس التيار الاخواني. نفسه. ايوه طبعا الاخواني. سامحني استسمحك. لو كان خاطر خطابك في المجمل في المجرد هنا عامل محاضرات والحمد لله الاقبال يعني كان كثيف خاصه من الشباب، تدعو فيه الى يعني الى تطبيق شرع الله طبعا. لكن لو كان جاء الخطاب موجه اكثر أن الحكومه هذه خلفيتها الاغلبيه نحكي عن النهضه خلفيتها دينيه، لو كان يكون الخطاب موجه اكثر لها هي في 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 اطار انه الاحاديث تبشر ان شاء الله بعوده لا اله الا الله. قبل الاجابه استاذ وجدي معنا متصل على الهاتف. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم ابو ياسر يا شيخ. اهلا وسهلا حياك الله معنا. ابو ياسر حبيت بقول لك حقيقه يا سيدي الشيخ. تفضل. انا كنت من ازلام النظام البائد وتبت والحمد لله. الله اكبر الله اكبر. بالاله العلي العظيم اقسم بالاله العلي العظيم حضرت في احدى الجلسات التي دعا فيها العلمانيون واليساريون في تونس الى اخفاء القران من كامل الجمهوريه. اقسم بالاله العلي العظيم لا اله الا الله دعوتهم في ذلك المجال يا مجرمون الله قلوبهم وقطع السنتهم. امين يا رب امين يا رب. إلى درسك في القبة، تلك القبة التي حاول عمره كامل في الحكم المخلوع أن يجعل ما أن يدخلها 16,000 ولم يدخلها بكامل أزلام نظامه. لا إله. والحمد لله في ليلة واحدة تلك القبة بنى كان فيها 16,000 من أجل درسك و16,000 البر. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يسعدك الله يبارك لك. لا أشكرك فقط لكن أقول أنك زدت في إيماني أطنانا وأطنانا. جزاك الله كل خير وإياك الله يتقبل وإياك على الحق. في سؤال أستاذنا وعليكم السلام. إذا شكرا لك وعليكم السلام. تفضل. حاضر تحت أمرك. بس هو تعليق سريع على أخي الحبيب أبو ياسر، ربنا يثبته يا رب ويثبتنا وإياه. شوف يا أخي الكذابين كذابين يقولوا إن إحنا لهينا المحاضرة لان احنا ما عرفناش نسيطر على النظام ولان الناس مش كذابين. اللي حصل ان القاعه امتلأت يا اخي الحبيب امتلأت، وجم الاخوه قالوا لي يا اخ وجدي الناس بره اكتر من اللي جوه، فاحنا مش يعني خايفين يحصل حاجه، ارجوك انهي المحاضره. ده الواقع وده الحق اللي حصل. يوم ياخدوه يعني يا كذابين، عيب عيب. حتى يا راجل ده الكفره الكفره كانوا يعيبوا الكذب وما يرضوش يكذبوا. ابو سفيان لما كان هناك في الشام مع هرقل وبيسالوه مع هرقل الله ينور عليه قال لولا والله خشيت ان تحصوا عليا كذبه لكذب. ما يقدرش. كفر بالله ما بيكذبوش وانتوا قاعدين تكذبوا وتسوقوا سمعتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. النقطه اللي بتقولها حضرتك حبيبي، انا اقول لاخواني جميعا سواء حزب النهضه سواء الاخوان المسلمين في مصر سواء الاخوان في اي مكان، اقول لهم بمنتهى القوه والصراحه، الناس في مصر انتخبت الدين، الناس في تونس انتخبت الدين، انتخبت الإسلام، الناس عايزين الإسلام، الناس متشوقين للدين. مش مشكلة وجدي ولا مشكلة محمد ولا نهضة ولا إخوان في مصر ولا عدالة وحرية ولا كده، لا لا لا، الناس عايزة الدين. فلا بد أن نري الناس الصدق، نقول لهم الناس عايزة الإسلام، عايزة الدين. طب إحنا ضعاف ليه؟ لا بد أن نكون بمنتهى القوة. كلامنا واسلامنا بيملي علينا كما قال الله في سوره الانفال
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنت موضوع القوة هذا موضوع يعني يخيفنا منك أستاذ وجدي مرة ثانية ثم يخيفنا منك أيضا يعني حديث يتردد في كل تقريبا أو أغلب صحف تونس وهذا حديث يعني روج فيك ويجعلنا نسائلك الآن ولا نرحب بك فقط بل نسائلك وننتقدك يعني أنت تقول بختان النساء يعني إيش الموضوع هذا يعني دي واحد هو يعني نعرف ختان الرجل نحن في تونس يعني اوكي دلوقتي انت بتقول الصحف والكلام ده الصحف والفضائيات هنا في تونس للاسف كلها من اذناب النظام الموجود صح ولا مش صح؟ صح موجود صح. دول اذناب النظام اللي ما زالوا متمكنين من وسائل الاعلام اديني كده هات لي فضائيه او هات لي غير كنتم بتاع تونس الزيتون الله يبارك لكم يا رب علشان نطلع نتكلم فيه ومع ذلك باعلن وبقول يا من تعترضون على الاسلام والمسلمين انا مستعد اواجهكم على اي فضائيه من الفضائيات وقولوا اللي انتوا عايزينه عني كله طيب هذا موضوع من نخش على الختان بالضبط ختان الختان نقصد به الطهور في تونس انا عارف لا لا للساده المستمعين فقط يعني توضيح انا اعرف انك تعرف انا راجل شيخ أنا شيخ مش كاتب مش علماني مش ليبرالي مش بدنجاني أنا شيخ شيخ يعني أحفظ كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم وبيحكمنا الفقه الإسلامي بفهم السلف الصالح هو ختان النساء موجود في الفقه؟ لا فقط السؤال يعني نرجع لكتب الفقه لما نختلف على مسألة ربنا قال لي أنت كنت لسه بتقول الآية سورة النساء طبعا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله لا لا ردوه إلى تونس لا ردوه إلى العلمانيين لا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل الإسلام يقول في موضوع الختان يفرق بين الراجل والمرأة الرجل فرض عليه الختان ده فرض ما فيش نقاش فيه أما المرأة فموجودة في الفقه بنفس اللفظ كده مكرمة جاء في حديث استاذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل الحديث الاخر هذا في صحيح مسلم في واحد اقطعي ولا تنهكي بس هنا النقطه هنا ايه هو انا جيت في تونس وقلت لكم ختان حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي دمها وفي عضها اللي قالت علي هذا الكلام راحت جابت لي تسجيل منين انا ما اعرفش يمكن كان في بدوله او كان في بلد يجيب الختان على المراه خلي بالك يجيب الختان يقول لك المرأة لابد ولازم وضروري وحتما المرأة تختتن قلت لهم لا ما تقولش واجب وفرض وضرورة لا الأمر يعرض على طبيبة مسلمة افرض واحدة بنت مولودة مشوهة في الأمر ده نقوم نعرضها على طبيبة مسلمة طبيبة المسلمة تقول ايه هذه البنت بالذات تحتاج إلى الختان ليه عشان حتى أنا سميته ايه قلت عملية تجميل مش ختان تجميل لانها مولوده مشوهه غلبانه دي هتعمل ايه مع جوزها دي يبقى لازم نعمل لها عمليه تجميل حتى واحد من عندكم من تونس كان بيناقشني قلت له يا اخي بسم الله ما شاء الله عليك انت شكلك حلو اهو لكن افرض مناخيرك معوجه تحتاج لعمليه تجميل نقول لا انت تقول بعوج المناخير هو ايه الخبل ده يا ناس بنقول انتوا عندكم في تونس بفقه الامام مالك ما بتاخدوش بالختان خلاص مش اي مشكله والله ما جبت سيره الختان ولا تعرضت له حتى في تونس ولن اتعرض له في تونس انما لما واحد يسالني واحده مثلا في الدول الحاره تسالني اقول لها ايه اقول لها تونس ما بيختتنوش ده بقى من تونس احنا بنتكلم في الفقه هو الفقه ده بتاع تونس بس يعني حتى يفهم الساده المستمعين هناك حديث ورد للنبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا في صحيح مسلم يعني في الصحاح هو حديث صحيح في صحيح مسلم الحديث هذا يقول اذا يعني التقى الختان اذا وجب الغسل ختان الرجل ختان الرجل بختان المراه وجب الغسل لكن استاذ وجدي هذا الحديث فهم منه اغلب العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن واقع موجود ولم يدعو الى الختان ولذلك كثير من العلماء بل اغلب العلماء لا يعتبرون الختان حتى ولو ليس فرضا ولا حتى سنة ومصداق خليني أقول لك الرجل. لا بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة فلذلك أغلب علماء الأمة يعتبرون أن الختان بالنسبة للنساء أقل من السنة هو نوع من المكرمة كما جاء في الحديث الثاني حبيب. الذي هو حديث ضعيف لا نقول أنه موضوع نقول هو ضعيف وقد يعمل به لمن شاء يعني مش قضية هذه خلينا نتفق معك على حاجة هو مشكلتنا مشكلة ختان بالضبط هم زعلانين من وجدي خنيم عشان هو نعود للختان معنا الإسلام. معنا مكالمه هاتفيه اخرى السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيك يظل استاذ عادل هذا اي نعم سيدي عادل العلمي واضح من صوتك استاذ عادل بارك الله فيك وفي الشيخ الله يبارك فيك
الوقت يداهمنا استاذ عادل. اهو معك وجد غنيم طول. يلا تفضل. اي حبيت نعتذر له باسمي الشخصي وباسم الشعب التونسي العراقل الاصيل في الاسلام من يعني التغطية الهابطة المسيئة من إعلامي تونس، وكأننا نتسابق نحو الأسفل. قد نناقش السيد ولا الشيخ وجدي غنيم علميا، أما كالطريقة ذيك المبتذلة اللي خرجوا بها الصحافة وكأن ما ثم كان المشكل هذا، وهو هو الحمد لله ظهور ما قالش في تونس. ولهذا هذوما ناس استانسوا يسوقوا البذاءات ولا يسوق تشويه الأشخاص. احنا مع العلم واحنا بلاد علم. الشيخ مرحبا فيه في تونس. الله يعزك. مرحبا انه يتناقش مع علماء تونس. طبعا طبعا. انا اتمنى على ضيوف تونس كلهم ما يجلس في منظر دعوي الا ما يكون بجانبه شيخ تونس. واي سطوة او سؤال من جمهور تونس لابد ان يعرض على الشخصين. احنا منفتحين على خيالنا شرق يعني الأمة العربية. العلم يجي من معين واحد، الكتاب والسنة. اللي اختلفوا فيه العلماء قد نختلف فيه نحن، وهذا يعني نأتي بشيء جديد. ولكن نحن أخوان. احنا في مرحلة صعيبة برشا في الشعب هذا. عندنا يعني مشتت الشعب يعني تقريب أكثر من 73. ولهذا لابد من المرونة ولابد من فقه الواقع في اتخاذ أي كما يقولوا موقف. وعندنا بحول الله القدام فرصة خدمة وإن شاء الله ربي يثبتنا. الله يبارك فيك أستاذ عادل. أنا بس يعني هعلق على حضرتك بسرعة جدا. تفضل سيدي تفضل. ان انا لما جيت زي ما بتقول فضيلتك الكلام مش على وجدي غنيم. اقسم لك لو بيشتموني انا كوجدي غنيم ما عندي مشكله، لكن دول بيشتموا الدين والاسلام. وانا لما جيت تونس ما جيتش عن طريقهم الحمد لله، ولا كنت ولا يشرفني ان انا اجي عن طريقهم. والله حتى لو دعوني ورب الكعبه ما جيلهم ولا عبرهم. انا جاي على طريق اخواني المسلمين اللي بحبهم، شعب تونس المسلم. بس شوفوا ما طريقتهم ايه بقى. قبل ما اجي يروحوا يدوروا على الفتوى بتاعه الختان دي ويقول لك ده قالها هنا في تونس. كدابين والله كدابين. ما جبت سيره الختان اطلاقا في تونس ولا جبت سيرته. انا كنت بتكلم على بلاد فيها الموضوع ده وكانوا بيفرضوه. والفقه استاذ وجدي والفقه يختلف من مكان لمكان. يختلف من مكان لمكان ويختلف الفقهاء. وزي ما قال اخي الحبيب ممكن نختلف مع بعض. وانا هو انا الرسول ولا انا ممكن كلامي واحد راجعني فيه المشكله. رحم الله رجلا اهدى الي عيوبه. الله يبارك فيك. ولذلك الامام الشافعي افتى في مصر بفتاوى ثم ذهب الى العراق فافتى بغيرها. سبحان الله. هناك بعض الامور التفصيليه قد يعني تكون فيها بعض الاجتهادات. حبيبي الغالي انا قلت هو المشكله معايا ختان؟ هو وجد غنيم مشكلته الختان؟ لا وجد غنيم عشان بيمثل. لا يعني انت اخفت نسائنا في تونس واخواتنا انه يعني لا 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 لا. بس هو النقطه برضو اللي عايز اقولها يعني ان يعني حتى نفس الكلام يا اخي الحبيب حصل معايا وانا في البحرين. رحت في البحرين وانا بعد ما قضيت 3 سنين في البحرين حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رحمه الله علي شريط سنه 91. كنت بقول فيه ازاي ملك الكويت يطلع ويسيب بلده وصدام حسين المجرم يحتل الكويت. وقالوا لبتاع البحرين ان ده قال للكويت ان ده قال الكلام دلوقتي انا قايله من سنه 91 بعد 17 سنه واجهوني بيه وكرشوني من البحرين بناء على هذا الايه؟ على هذا الامر. كذلك هم قبل ما اجي قاعدين يروجوا وجد غنيم اوعوا تسمعوا الوجد غنيم اوعوا تسمعوا. ده في بعض الناس الكذابين قال لك وجد غنيم عيان وملازم الفراش ومش هيجي تونس. شوف الكذب اخص عليكم يا كذابين. وقد نجحت اكاذيبهم فيما يبدو لانه القبه يعني كانت فارغه يعني اشاره للاشاره على القبه اخونا فوزي. اشاره وكلمه الختام استاذ سفيان بن جاتني اشاره من احد الاعضاء في الجمعيات انه قطع محاضره القبه لم يكن كما قال الوجود العلمانيين، بل بالعكس بسبب الازدحام واللي مشى غاديك وعاين على عين المكان انه الناس اللي برا العدد نتاعها بدات تتكاثر حتى في الدروج كي طلعوا فما تصاور يعني كل شيء مسجل. حاجه اخرى بنحب نذكر الشيخ أنه الإذاعة هذه كانت على ملك صهر الرئيس مخلوع يا ربي. والحمد لله كما قهرونا ربي قهرهم أولا يا رب.
وانت ديما تذكر في محاضراتك تبدا بها تبدا بفضل الله قبل كل شيء وفضل طبعا. الشهداء ماذا بينا ان شاء الله لو كانت تدعينا في الختام للشهداء ان شاء الله. والله طبعا استاذ وجدي غنيم نذكرك انه سفيان فرحاني ضيفنا في البلاتو اليوم هو اخ لشهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا خوه يعني حتى في الايام الاخيره قبل ان يستشهد في ثوره تونس والله كتب دعاء جميل فبقي يبحث سفيان فبقى سفيان يبحث على الدعاء ذا منين كتبه خوه قبل ما يستشهد لقاه كتبه من كتاب شيخ عبد الحميد كشك في باب الاستعداد للموت باب الاستعداد للموت فسبحان الله هذه ورقات بخط يد الشهيد فيها دعاء بعدها في لا اله الا الله لا اله الا الله مش هقدر اقول الحقيقه مش هقدر اقول بارك الله فيك لكل المستمعين الشيخ وجدي غنيم يعني والله ما قدر أن يقرأ الدعاء الذي كتبه الشهيد يعني خو سفيان الفرحاني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نسأل الله عز وجل أن نكون مع أولئك الصديقين الشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة أخ وجدي غنيم نشكرك من الأعماق نشكر السادة المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسناتنا فما كان منها من بر ومن عمل صالح فمن الله عز وجل وما كان فيها من خطأ فيكون ذلك من تقصيرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويجازينا خير الجزاء اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا عدت الزيتون أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها